يرجع الخلف انطلاقه من كايودي، كايودي التوزيع، جول 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 جول، 1-0 لنادي فيورنتينا، افتتاح النتيجة في الوقت البدل أو في الوقت القاتل نقول في الدقيقة 83 من عمر المباراة، 1-0 على نادي فيورنتينا. هدف براسية لا تستد ولا ترد، وافتتاح النتيجة لعناصر نادي فيورا عن طريق مين؟ اللاعب رقم 16 رانياري لوكا يسجل أكبر أهداف المباراة، 1-0 رانياري. هدف وهفو على مستوى الدفاع، لاسيست في القائم الثاني، لوكا رانياري يصعد يضرب الراس، يباغت فانيا ميليكوفيتش ويسجل أول أهداف المباراة. التوزيع ولا اروع كانت، غياب الرقابه في الباي باي، الدفاع هفوه قاتله، لوكا يضرب الراس، وهدف ثاني لعناصر او هدف فول لعناصر نادي فيورنتينا. فيورنتينا فرحه كبيره من فينشينسو ايطاليا.